يا بنتي صباح لو سمحتي والنبي عايزه الحق الحق ليه؟ معلش صحي قولي الموضوع ما يتأجلش معلش موضوع مهم. طب اتفضل. شكرا. على ما تفطر سعادتك يكون شيء جاهز سعادة الباشا. صباح الفل يا باشا. يا زناتي ايه الاخبار؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. شو عامل لي الشاي يا ابني؟ يلا يلا يا ابني هات الباشا حاجته بسرعه يلا يلا. حاضر شكل سعادتك ما نمتش كويس. عمر زناتي في حاجه؟ الامر لله يا باشا. بالنسبه لسعادتك الواد اللي في الحجز يا باشا ماله؟ هنتصرف معاه ازاي سعادتك؟ ده ما انا قلت الفاعل اجيب لي تحريات وانا هتصرف معاه، ما تشغلش دماغك انت بيه. ماشي يا باشا. طمني بحاجه ثانيه سعادتك؟ امر يا باشا. ولا كده زناتي صحيح. امر يا باشا. هات له اكل عشان جعان حرام. باشا مصر والله. والله باشا مصر. بيت كرم، بيت كرم صحيح. تأمر بحاجه سعادتك؟ اتفضل يا زلمه. باشا مصر. ما تشيليش هم يا ست سناء. ان شاء الله قبل اذان الظهر هيكون في البيت. انما هم خدوا لي خناقيك. لا خناقه ايه؟ انا ابني ما يتخنقش. انا ابني متربي احسن تربيه. الظابط خده كده من غير لازمه. المهم سيبيها على الله، سيبيها على الله. الو صباح الخير يا ست نايم. صاحي يا ترى ولا نايم؟ لا لا يا باشا، وانا بس كنت محتاج سعادتك كده في مشوار صغير لغايه الاسم. لا لا خير ان شاء الله. يا باشا كان في شاب كده غالي عليا قوي وله في قلبي معزه خاصه. كانوا مسكوه كده يا باشا وكنا عايزين نعرف ايه المشكله. طيب سعادتك خلاص يبقى هستنى حضرتك بقى في المعرض تعدي عليا ونروح سوا. ماشي يا باشا. مع الف سلامه. شاكرين افضل سعادتك. مع الف سلامه يا باشا. مع الف سلامه. سلام. خلاص يا ست سناء تقدري حضرتك تروحي دلوقتي وانا ان شاء الله هجيبه في ايدي واجي لحد البيت. كتر الف خير. لا لا اوعي تقولي كده. كتر الف خير ايه؟ ده زياد ده زي تامر ابني بالظبط. ما ده كان العشم برضه. انت عارفه لولا نشوفيه دماغك كان زمان انا مكان المرحوم ابوه. ملوش لازمه الكلام ده خالص. انا كنت عارفه ان انت هتعمل حساب العشره والجيره. انا هقوم اروح. انا ما انت قاعده شوي. معلش. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما بالراحه على نفسك شويه يا حاج، ده انت اللي يشوفك نازل كده يقول ان انت رايح تتجوز. ما تصطبحي على الصبح يا سعاد. اللي يا اخويا عمري ما شفتك كده قايم لنا مزقطط من النوم، ده الواحد لو صحاك بدري عن ميعادك 10 دقايق بتطين عيشتنا. يا وليا شاب ومحجوز في الاسم، خلي في قلبك شويه رحمه. ربنا يجعلنا من بركته هو وامه. يا ولاد تقل ايه؟ بدل ما تحط دماغك في الولايه الغلبانه وابنها، خلي دماغك في ابنك وشوف ابنك فين. هيكون فين يعني؟ اكيد نايم جوه. فوق يا ماما. ابنك ما باتش في البيت من امبارح ودي مش اول مره. وايه يعني؟ شاب وبيستمتع بشبابه، ولا هو ابن سناء اللي يخرج في انصاص الليالي ويتقفش تحري ويبقى على قلبك زي العسل، وابني انا بقى اللي كفر. يا وليه التقل؟ هو ابن سناء ده كان من بقيه اهلي؟ انا بتكلم على العيل اللي حيلتنا اللي هيورثني بعد ما اموت وهياخد باله منك ومن اخواته البنات. تقدري تقولي لي هتعملوا ايه لو الواد ده طلع فسدان؟ بعد الشر عليك وعلي اخويا، بس انا ابني بقى زنت الشباب. هو ده اللي باخده منك يا اختي، زنت الشباب. طب يا اختي لما تعرفي ابنك فين ابقي كلميني، لان انا كلمته وعزفت المحمول وطلع مقفول. سلام. ها قلت ايه يا طارق بيه؟ يا حماد بيه انت مجيتك على راسي من فوق، وانت عارف انا ما عايزش عليك حاجه خالص، بس صدقني الموضوع دلوقتي مش معايا، الموضوع مع سليم بيه. اهو كلمه. انا متاكد ان سليم بيه مش هيكسفنا. ولا يا معالي الباشا؟ ولا حاجه. لطفي مجيدك في دماغي، بس انت عرفت اللي حصل يرضيك يعني؟ لا من ناحية يرضيني الحقيقة هو ما يرضينيش،
بس صحتك شايف يعني الواد يتيم وغلبان، وبعدين اذا كان الواد محتاج تربيه ابننا وهنربيه بمعرفتنا يا باشا. والله اللي طارق بيشوفه. سليم بيه انا مش عايز اضغط عليك، بس عايز افهمك حاجه بس، الناس دي غاليه علينا قوي. حماد بيه ده نائب الدايره وجمايله على الكل. الحاج لطفي ده كبير المنطقه وياما اشتغلنا معاه وساعدنا في شغلنا، فشوف انت تقدر تعمل ايه. لا كبير منطقه يا باشا، ده انتوا اللي سيادنا وعلى راسنا من فوق. وبعدين سليم باشا لما يعاشرنا هيعرف ان احنا ولاد بلد قوي وبنقدر الرجاله. واذا كان علينا اوعدك ان احنا هنشد عليه ونعلمه ازاي يتعامل مع الناس المحترمين اللي زيكم. يا باشا سعادتك مش عارف ام الواد حالها عامل ازاي دلوقتي. وبعدين سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله سماهم على وجوههم، واضح ان سعادتك ابن ناس طيبين وهتقدر الظروف. ماشي خليه يروح معاكم، بس بعد كده لو قل ادبه ما حدش يلومنا على حاجه. لا يقل ادبه يا باشا، لو قل ادبه اكسر لك عظمه. بص قدامك اهو. بقول لك ايه يا سوسو، انا دماغي فيها حاجات احلى بكتير قوي من اللي انت بتكلميني فيه ده على فكره. عشان خاطر ربنا قولي لابويا يطيرني من دماغه خالص، يشغلش باله بقى نهائي. يعني ايه طيرك من دماغه بس؟ هو ليه حد غيرك يشغل باله بيه؟ وبعدين ما كل ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا ليه ان شاء الله؟ نغه؟ فشر يا حبيب ماما. بس موضوع بقى رجوعك الصبح. ماله رجوعي الصبح؟ انا عامل لك ايه فيه ده؟ انا الكافيه بتاعي بيقفل وش الفجر، ولا انا هسيب شغلي واكل عيشي واقعد جنبك زي البطه؟ بطل ساعه يا واد، ابوك عارف ان انت ما رحتش الكافيه امبارح. هو ابويا بيراقبني ولا ايه؟ لا يا تامر بيطمن عليك. لا حبيبي طمنيه، لما تشوفيه قولي له تامر زي الفل وبيدخل البيت يتنطط زي القرد. طب عشان خاطر ماما حبيبتك انت كنت فين بالليل؟ اوعى تامر تكون رجعت للمخدرات. مخدرات ايه بس يا ماما؟ انت جبت منين الكلام العجيب ده؟ العصفوره قالت لي. يعني انت اصلا بتتكلمي مع عصافير وجاي تقولي لي انا بشرب مخدرات؟ انا مش هتكلم معاكي اساسا، قالت لك العصفوره قالت لي. متشكرين يا طارق باشا، ما نتحرمش منك. شرفت يا بهوات. سليم باشا نورت العمرانيه كلها، ولو اننا كان نفسنا يعني نتقابل في ظروف احسن من دي. اللي جاي كتير ان شاء الله. يلا يا ابني يلا، امك زمانها هتموت من القلق عليك. احمد ربنا ان البشوات عملوا لنا خاطر. خاطر؟ هو القانون كمان بقى فيه خواطر؟ انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك. يلا بينا يا سياده النايب. يا ابني انت ايه؟ مخك ده ايه؟ لسه ما خرجناش من الاسم، وبرضه مفيش فايده. اللي فيك هو فيك. انا عملت حاجه غلط؟ لا ما عملتش حاجه غلط، انت عايز تغلط اكتر من كده ايه؟ بشوات مصر. وانا اقول الاسم منور ليه بس؟ ازيك يا زناتي؟ الله يسلم عمرك يا عم الحاج، في نعمه كله من خيرك يا حاج. حماد بيه منور يا سياده النايب. انت فين يا ابني انت؟ تحت النظر سعادتك. الواد زناتي ده ومطجع قوي يا حاج لطفي. ده حماد بيه بس اعمل ايه بقى؟ بحبه. ربنا يديم محبه يا عم الحاج. امورني كان في حاجه يا عم الحاج؟ لا ده موضوع صغير كده وخلصنا الحمد لله. ما انا خدت بالي، ربنا يخليكم للغلابه. الحمد لله على السلامه. طب ما لسه في ناس طيبه ايه؟ الله يسلمك. يلا. يلا يا ابني يلا. يلا بينا يلا. سلام يا زناتي. حفظ الله يا عم الحاج. سلام يا سياده النايب. حفظ الله. والله طارق بيه انا عملت خطأ لسعادتك، بس والله لو كان مين جالي ما كنتش هخرجه. انت عملت صح يا سليم، وهتشوف الجميله اللي انت عملتها فيهم دي هتنفعك بكره قد ايه. يا سلام. ليه يعني؟ طبعا حماد ولطفي دول هما مفاتيح دايره الاسم كلها. طب حماده مفهوم، نايف في المجلس، لكن لطفي ده ايه؟ بالعكس بقى، ده الحاج لطفي ده اهم من 100 نايف في المجلس. ده اغنى واحد في المنطقه ومن عيله كبيره وكل الناس بتحبه. مش بتحبه بس، دي بتخاف منه كمان تعمل له ألف حساب. تخاف منه؟ ليه إن شاء الله؟ بيشتغل إيه الراجل ده؟ بيشتغل في كل حاجة، بس شغله الأساسي في معرض العربيات جنبنا هنا في الاسم. بص يا سليم، أنا عايزك تقوي علاقتك بالراجل ده، تصاحبه يعني. يعني طالع كمين، راجع من مأمورية، ابقى عدى عليه في المعرض اشرب معاه فنجان قهوة ودردش معاه شوية. صدقني هينفعك كتير قوي في شغلك. حبيبي يا ابني الحمد لله على السلامة، نورت بيتك. يا ترى عملوا فيك ايه دول؟ تلاقيش حبيبتي انا بخير. تطمني يا سلامة، ما قدامك اهو زي الفل. وبعدين انا اطمنت بنفسي ان ما فيش اي حد هناك مديده عليه. الا هينشكوا في دراعهم. طب انا قلت له وبقول لك انت اهو قدامه، تعقليه خليه يبعد شويه عن المشاكل، مش كل مره هنعرف نتصرف. زياد مش هيعمل مشاكل تاني، مش كده يا زياد؟ ما نمتش من امبارح ولازم اخش انام.
شكرا. خش يا ابني. عفو حبيبي. خش يا نانا، ارتاح يا ابني، جايالك. اطمن يا ست السدات. جميلك ده هيتنوا على راسي طول العمر. خش عليك يا سناء. جميل ايه؟ ده احنا ده انت ما تعرفيش مع ستك عندي قد ايه. طب ده الفرحه اللي انا شفتها في عينيكي لما ابنك دخل عليكي. دي عندي بالدنيا ولا عليها. متشكره. والله كان نفسي اقول لك اتفضل شويه، بس ديك شايف الواد جاي تعبان، اعمل له حاجه ياكلها، يشرب حاجه سخنه، مضطره يعني اروح له. انا اسفه يعني. لا وماله عادي يعني، تتعود ان شاء الله. ان شاء الله. الجهات كتير، بس لو عاوزتي اي حاجه، اي حاجه في اي وقت كلميني، ما تتكسفيش. احنا اهل.